خليني اقول لحضراتكم كمان انه طبعا الاتحاد الافريقي اعلن ان عن تعيين المغربي رضوان جيد لاداره المباراه تحكيميا. طبعا المباراه دي هتكون النهارده على ملعب القاهره الدولي تحت قياده رضوان جيد. الاهلي خاض 4 مواجهات ما تهزمش ولا مره، كان يمكن التعادل الحاضر في مره واحده، وباقي المواجهات كانت تحقيق الفوز، ويمكن ده مؤشر مميز قبل مباراه النهارده. كانت تاريخ المواجهات دي يمكن الاهلي كان مع جانر هراري، ودي طبعا كانت انتهت بفوز الاهلي بهدفين دون رد، وبعديه بادفست الجنوب افريقي، ودي كمان انتهت بفوز النادي الاهلي. المواجهه الثالثه كانت في 2018 لما لعب النادي الاهلي مع كامبالا سيتي في اختتام دور المجموعات، وانتهت بفوز الاهلي برباعيه مقابل هدف وحيد. واخر مباريات كانت قدام الهلال السوداني في اختتام دور المجموعات بطوله 2018، ساعتها النادي الاهلي كان متعادل بهدف لكل فريق، دي المباراة الوحيدة اللي كان فيها التعادل. عموما هو حكم من تجربتنا معاه يعني او من متابعتنا ليه مطمئن، هادي، حاسم في قراراته، ما حصلش انه على اقل تقدير في مباراة النادي الاهلي انه حصل مشاكل تحكيمية في الماتشات دي. نتمنى ان شاء الله انه ماتش النهارده يكون استمرارا لنفس السلسلة دي.